الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين عانت له الوجوه وذلت له الرقاب إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجارني الله منها وإياكم معاشر المسلمين يقول الله تعالى في محكم تنزيله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إخوة الأحبة تعالوا لنقف دقائق معدودة مع القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى هدايةً ورحمةً للعالمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً بدون هذا القرآن أيها الإخوة الأحبة تموت القلوب وتخمد النفوس وتضعف الهمم بكل ما تعني هذه الكلمات من معان ذلك لأن القرآن هو الروح الحقيقي لنفوسنا ولقلوبنا بشهادة خالقنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إخوة الأحبة
لقد استمعت الجن إلى القرآن قبل إسلامهم فأعجبهم ذلك ولفت انتباههم وصلب عقولهم واستسلمت نفوسهم فتنافسوا إلى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادوا يركبونه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ولم يقف تأثرهم عند هذا الحد، بل شهدوا ضواعية ومن تلقاء أنفسهم شهدوا أن القرآن معجز كما سجله ربنا في محكم تنزيله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أيها الإخوة الأحبة، هذا القرآن الذي بين أيدينا هو شرف هذه الأمة وفخرها ومجدها وعزها وعنوان وجودها، وبدون هذا القرآن أيها الإخوة الأحبة لا تزال هذه الأمة تتجرع كأس المهانة والمذلة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتمسك بهذا القرآن لأنه عصمة من الفتن وهداية من الضلالة. لقد تركت فيكم شيئين إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي: كتاب الله وسنتي. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في إحدى وصاياه المشهورة: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال خد بدينا مانت إن شاء الله تعالى دقيقة ده كوبا أعينو هيسنو حنسكدينا بإذن الله تعالى إنن وحكن راهنو كتابك قرآنك يحرير كأن الله ينهي محايا لي دردار ندي نبي صلى الله عليه وسلم وكتهي كبو دي أدن بي وحاكم دها تركت فيكم شيئين وحن دحدي نكتك اللباء رمض وحدي أد قبصتان ود كدكتان أني قد ضبطي أيضا لمحين نبي وحر وكتابك قرآن كا إيا سنة دي صلى الله عليه وسلم كتابك قرآن كاهي ووحو مدنا يكبت باديسه وكتابك رب سبحانه وتعالى أولي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كتابك القرآن كاهي وحو إذن كوها جايا وإذن كوها نونينا يا أرهن ما أرهن تاهي كبروح بضان تاهي كقيمة بضان تاهي هديتها وح أفكر لغير أهدو هديتها وح أدين لغسمي هديتها وح أورك لغير اعتقاده أرهن بأرهن كو كفي عيني هبيدون كو حنونين أيها وابد بادد أمدن. وقرآن كما أنت آدم ودوال الليال تدبضن ومسلمينه وحك لأينا كدورتين كدور بدين قرآن كينا آدم ودين كدودين نين قرآن كدودا يو حقيد خير كدهي دي ضاهية إحسابية سورة هاد الله اللي من نين كدادي فيه دستور كلا كدورتو انت دوني دا جوكتنا دولي بات كل نولان آخرين كودران ربي يونا داديه دوغي هابوني يوحي نقو باق وحي دانا نبي محمد نوضر قرآن كان نديق سي كد ضبيب نفتين وعذور هذا كد داوي
marka xaal ku daray yahay iyo yowmudiinkana inta daacada ah ee uu u dooda naga yeel nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam markii la soo saaray walaalayaal ee qur-aankan uu soo degay kownkan aan ku noollahay waxaa ku yimid isbeddel jinkii intay samada aadaan warka soo dhagadhagayn jiray waa looga dhaartay dhimbiilo holcaaya iyo dhuxulo naara lala beegsaday dib bay isugu soo noqday oo rabbi subxaanahu wa tacaala sida uu ka warramay waxay dhahdeen wainnaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada waxbaa soo kordhay ma garanayno mashar baa lala maagay adduunka cidda ku nool mise rabbi subxaanahu wa tacaala khayr buu la maagan yahay waxay dhahdeen ha la baadi goobo dhulka ha lagu baaho waxa soo darriyey ee soo cusboonaaday ha laga wardoono iyagoo soconaya koox jinka ka mid ihi bay ku soo beegmay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo salaad subax tukanaya oo qur-aan akhrinaaya way dhegaysteen way dhuuxeen waa ku xasileen waxay go'aansadeen nebiga sala allahu calayhi wasalam inay dhegaystaan laakiin jamaacadii gadaal fadhiday qolo kastaba waxay doontay inaan nebiga laga xigsanin xiisahay qur-aanka u qabeen iyo la yaabku qur-aanku uu lahaa iyo warkan cusuba soo kordhay ee hadal intay yaqaaneen oo dhan ka duwan kuwii gadaal fadhiya way soo kaceen safka hore ayay yimaadeen kuwii laga horumaray way kaceen hore ayay u ruqaansadeen oo way siiqeen oo nebigay ku dhowaadeen heer waxay gaadheen markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ay dardaraan nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay dusha uga baxaan iyagoon dareensanayn qur-aankaasi qiimaha uu lahaa ilaahay wuxuu leeyay waannahu lamaa qaama cabdullah markii uu istaagay ilaahay addoonkiisii wa nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam yadcuuhu isagoo ducaysanaya ilaahay baryaayo tukanaya ilaahay wuxuu leeyay kaaduu yakuunuuna calayhi libada inay nebiga ka dulbaxaan iyagoo ishilmaansanoo qur-aanka ku maqan bay qarka u saareen oy u dhowaadeen ba allah subxaanah wa tacaala uu leeyahay kumay ekaanin intaas markay dhegaysteen ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu nooga warramay warkay isu tabinayeen ilaahay waxa uu leeyahay waxaa tiraa nebi maxamed oo ummaddaada uga warantaa qul uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annahu istamaca nafarun min aljinni koox jinka ka midihi inay qur-aanka dhegaysteen faqaaluu innaa samicnaa qur'aanan cajaba dabeedna ay yidhahdeen waxaanu maqalay qur-aan la yaab leh yahdii ila rushdi wanaagga kugu hagaayo kugu hanuuninaaya oo gadhwadeena baanu maqalay fa aamannaa bihi walanushrika birabbina axada waanu rumayno waanu qaadanay maxaa yeele war laga adkaysta ma aha war laga dibdhaca ma aha war laga daaha ma aha fa aamannaa bihi ba allah subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay inay yidhaahdeen kumay ekaanin intaa walaalayaal dadka ay ka yimaadeen iyo jinka ay ka dhasheen baa waxa weeye qayladhaan iyo af muggi iyagoo dhawaaqayay kula dhaceen yaa qowmana innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa ilaahi subxaanahu wa tacaala sida uu ka warramay inay waaniyeen oo ay gaarsiiyeen oo ay dhaahdeen ajiibuu daaciya allah baa allah subxaanahu wa tacaala inooga warramay walaalayaal kitaabka qur-aanka ah waa kitaabka allah subxaanahu wa tacaala ugu galay ugu talagalay adduun iyo aakhiraba ummadda muslimka inay ku baraadho inay ku baraadho ummadda muslimka maanta markaad fiiriso waa ummad dhaawacan waa ummad dhutinaysa waa ummad meelka liigaysa waxaana runtii aan daninayaa anigoon u malaynaya haddaynu taariikhda in yar dib u milicsanno walaalayaal gumaystihii caalamulislaami ku habsaday ummadda saddex nabar buu ku dhuftay saddex nabar oo halisa oo ay u dhiig baxday ilaa iyo maantana ummaddu ay u dhiig baxayso baa gumaystuhu ummadda uu ku dhuftay qodobka koowaad waxa uu ahaa inuu samaysto dad daba dhilif ah oo adeegayaal ah oo midabka iyo magaca iyo muuqaalka adiga kaaga eeg laakiin maanka iyo maskaxda laga yaabo gumaystaha waxba inaanu ka sokaynin qadiyaddaasi caalamulislaami oo dhan bay ka dhacday markii lala dirinayay gumaystaha ee lala dagaalamayey raggii waxa weeye xoola iyo xilaba ku waayey waxa weeye markii dambe gumaystuhu uu kacay ummadda majaraha umay qabanin kuwii shalay toole la socday ee badaba dhilifka ahaa baa ummadda hoggaanka u qabtay oo hagay ummadda soomaaliyeedna taas bay kala mid ahayd waatay ku calaacalayeen allahayow muxuu faranjigii nacas fariideeyey niman aabihii fuulin jiray faras muxuu saaray nin nacas ahaa shalay toole markii la halgamaayey ee ummadda xorriyaddeeda u dhimanaysay mid aan waxba ahayn baa maanta ummaddii maamulaaya dadka soomaaliyeed waxay isweydiinayeen markay gumaystaha ka adkaadeen dadka inoo soo hadhay ee ina maamulaya iyo gumaystihii horta ma kala duwan yihiin waxay garowsadeen midabka iyo af soomaaliga ku kala duwanaaye isma doorin gaalkaan diray
iyo daarta kii galay gumaysnaha la dagaalamayay iyo kan ii soo gadaal maray ma kala duwana dusha midabka Soomaali baa dugulka mooda marka u fiirsato midabka waa iiga eeg yahay misna lagu ma diirsada qalbigu waa dirki kale laakiin gumaysnihi waxba kama soo keeyo in badamaad maqashaan maanta madaxweyne la caydhiyay amba waxa weeye dhintay oo la leeyahay waxa weeye intaas oo bilyaar boqol bilyaar baa wadda shisheeye u yaalay war waddankaad maamulaysad madaxweynaha ka ahayd ee dadkiisa iyo duuyadiisiba adigu aad yeelatay maxaad hantida u dhigan weyday waxay u dhigan waayey dadkan aad arkaysa ku maamulaya in badan oo ka mid ihi waa kuu eegiyin ma ahe ummadda kama tirsana waa nambarka koowaad ee gumaysuhu ku dhuftay ummadda muslimiinta nambarka labaadna waxa uu ahaa walaalayaal in ummad kasta xariijin loo sameeyey xariijin oo lagu xariijintaas oo ma jeedid ha xuduud baa la yidhaahdaa ilaasho cadowgaaguna waa xariijinta ninka xagga shee ka taagan iyana waa nambarka ay ka soo baaqsan lahaayeen muslimiintu meeshan u socdaa waxa uu yahay nambarka saddexaad oo ugu halista badnaa waxa ahaa in la kala dhex galo ummadda muslimka ah iyo kitaabka qur-aanka ah in la kala dhex galo muslimiinta iyo meesha xukunka ay ka qaadanayeen in reer magaalnimada iyo horumarka loogu sheego dasaatiir inay samaystaan qur-aanku inuu noqdo wax guur iyo geeri ku eeg maalinta islaan la meherinayo hebel inoogu yeedha maalintuu qof dhimanayo wadaad gunaanadaha la ii raadiyo markuu qof intana wadaada inta xoola loo qola qur-aanka akhriyo oo meydka ka sawaabiya inaha qur-aanka in lagu ekeeyo waxa weeye waa qadiyada labaad ee gumaysuhu uu dhigay nebigu sala allahu calayhi wasalam arrimaha qiyaamaha dhici doona markuu ka waramayay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxaad ku garan doontaan nebigu waa xadiis saxiix oo xaakim warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qiyaamaha waxyaabaadkaad ku garan doontaan waxaa ka mid a nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waa tuqra ulmusnaa waxa la akhri doonaa musnaad wax la yidhaahdo wuxuu ahaa eray saxaabada ku cusub nebiga way weydiiyeen sala allahu calayhi wasalam waxay ku yidhaahdeen nebi allow waa maxay musnaadu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waa kutubun kayra kitaab illah qiyaamaha waxaad arki doontaan waxa la akhrinayaa kitaabaan kutub aan kitaabka ilaahay ahayn waxaa la akhrin doonaa kutub aan ilaahay kitaabkiisa ahayn baa la akhrin doonaa waa qadiyada muslimiinta ay maanta ka soo waaqsan la-yihiin kitaabkii qur-aanka oo yaalla in waxa weeye meel kale la higsado oo xaq laga raadiyo waxa weeye muslimiintu waa inay ka xoroobaan qadiyadda ah xidhiirka qur-aanka ay la leeyihiin inuu yahay qof dhintay in loogu duceeyo ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu ka waramayay rabbi wuxuu yihi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah in huwa ilaa dikrun wa qur-aanun mubiin liyundira man kaana xayan ويحق القول على الكافرين رب سبحانه وتعالى وحوري بركي النبي قال كوش يعني القرآن كجبا إنه يهي نبي وحوري جبا ما أها إنه جبا يانو قال النبي قال أمها بونا نبي وحوري ذكر يوان يا قرآن مبينا محل لو سود شيء ما إن إسلام هل قوم يهري كلياته محل لو سود شيء ما إن لقى بركة يسوع كلياته محل لو سود شيء ما إن قفكر أنت لقوا جنا أنا ذو إله وحوري لينذر من كان حيا waxaa loo soo dejiyey qof ka nool in loogu digo ka nool digniin inuu u noqdo nabiga waxa lagu waxaa tiraahdaa waa uuxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balaq waxaa la ii waxyooda qur'aankan inaan idinku dugay idinka qolyihiina hadda nool ee ila jooga saxaabada iyo cid kastoo uu gaadho qadiyadaas waa inay muslimiintu markaa ka xoroobaan ummaddu waxa weeye sharafteeda iyo karaamadeeda iyo dacfiga ku jira waxaa sabab u ahoo keenay waxay ka xidhiir furteen oo ay ka xadhig furteen meeshii sharafta iyo karaamada ay ka helayeen oo qur-aanka ah ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaanu idiin soo dejinay kitaab qur-aana fiihi dikrukum waxaa ku sugan sharaftiina dikrukum qaala cabdillahi ibnu cabaas bimacni sharafukum sharaftiina iyo karaamadiina iyo qiimihiinu kitaabka qur-aanka buu ku jiraaye afalaa tacqiluun wamiyadan wax garowsan ahayn waxa uu leeyahay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waxa uu leeyahy amaa ana فقد سمعت نبيكم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين نبي آيان مقلي صلى الله عليه وسلم إساق ولو وحان نبي قال آيان مقلي إله سبحانه وتعالى كتاب كان قرآن تطبق كوري إلي تطبق كور رفعين إيا تطبق كرامية شرف لغسين إيا كباك لنولك أي كوك إلي سيما محي كوحو رانتهي وحي كوحو رانتهي بكاد الله رقانته waxay ku xidhan tahay xidhiirka aad la leedahay waxay ku xidhan tahay sidaad u qadarinayso waxay ku xidhan tahay sidaad ugu dhaqmayso waxay ku dhigan tahay waxa weeye ay ku xidhan tahay sidaad qur-aanka u xoojinayso u faafinayso u difaacayso u garab joogsanayso bay ku xidhan tahay inaad hoos aado iyo inaad kor aado karaamo inaad ka hesho iyo inaad ku dullowdo waxay ku xidhan tahay qur-aanka mowqifka aad ka taagan tahay dad fara badan oo muslimiina walaalayaal oo maanta soo islaamay waxay la yaaban yihiin hadday tahay waxa weeye murus bukayn iyo hadday tahay waxa weeye geri miller iyo hadday tahay waxa weeye jamaal maanyos iyo hadday tahay jaaruudi iyo qolyihii soo islaamay ee qur-aanka akhriyey
يكوبا يغون صوبا إسلامين صوبا يغون صوبا إسلامين سيدة عدالة دو أي كوشرة القرآن كأو آخرية سيدة وحوية غوستاف لابونك وحوية فرسيس كأها إيو وحوية مول بولن إيو وحوية قليحا فرابة لنكر لو يقان الله مسلم على مع فرسيس كأسنا وحوية فرسيس تليانون وحبانو بلين قرآن كأخرية قرآن كسيدة عدالة دو كوشرة أو آخرية وحي سويدين يسو آشاء هذا المسلمين تو القرآن كان هايستان أو كتاب كودو كان يهي محا مسلمين تدقى ماشا إيمان تجالا محا دقى وسو آشاء سويدين يان لكن وحي تهي جوابت حقيقة داهي جوابت وحي تهي قرآن كان لو مسو دجين دبنها إنو صار ناضو قرآن كان لو سو دجي قلوبتا إنو قلو نفتا نظيفيو با لو سو قلي با لو سو دجي حديث ضعيفة وحو تلماما يا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه بدنا عيد قرآن كآخر نيسا قرآن كنا نعذلا يو قرآن كوكو كلا دجالا ميا حسن قرآن كوكو كلا دجالا ميا حمان قرآن كوكو كلا دجالا ميا قف مسلم ليك سلا داديو قرآن كوكو كلا دجالا ميا قبيا لديو قرن بكلا دجالا ميا أنت ما كنا نيسا قرآن كنا ضدوبين نيسا ميان مر كانوا كنا نعذلا أنا يهين إن الحاصل نعذلا ميان يهين ميان يهين تي لجو إيدي لجو أنا أنا نير هربنا إسرائيل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ميان يهين تي لجو إيدي نيجي قال يا رب إسرائيل القرآن لو كلفت هورادنا كودقمان إلى يرو كودقما كودقمي وياي وحوي أفك كأخري أوركو يناوديدي رب سبحانه وتعالى وحويري كما دون الدمار كتب له حنباريي دماركو ما كلا يقانو هدي ذهب لجوهره يا هدي دم بس له حنباريو وايسوق مدوية دمار ملا بحنبار سني ما أقدر ينوسيدم سيد سمر الله يورن شرين مرك قف كمسلم كي ما حكاسين النقطة وإنه نقطة قف آخرنا هي قرآن كنا قلب جوا إنه ودا دعه مرك اسمه إسبد الكو إيمان هي ولا لا يارو وحن أبا هن هاي قرآن كوي إن أنا كم بنقانين أو أنا كم بنقانين أو أين أنا كم بنقانين كوا قرآن كمال أنت قيامة وكد دو ديو نبي صلى الله عليه وسلم وحو تلمام قرآن كمال أنت قيامة وحو إيمان هي سوق صعنا هي أو سورة بقرة يا سورة آل عمران أو لبض ضرورات موضع حرك عيان عدي كل دق ميسي، كل دق جني، كل دمتي، بوحوا القرآن كود دفاعية، القرآن كود دولية. نبي صلى الله عليه وسلم وحول ليها القرآن إما حجة لك أو عليك. القرآن كان بوك كود دولي، أما هو كود دولي. وحول القرآن تي مانتا سلطة ولا دقن تو. تشانس هو مانتا. بريت ولا مايا. مركب وحنا أبا هن هاي. دب إن أم الإحسان نو. حليلك القرآن كان الله لنا هاي. حنا قني. كم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكع على عليه. وكتوا وعي. كم وكعوضي. ربي جوجاش كتوضي. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إلهي وضدك هاي القرآن كوا كتجن القرآن كوا كهجروده هجروده وحين قرأ سقف القرآن كديجي سكيسانو كتاجو القرآن كديجي شدي سانو كتاجو القرآن كنا كن كيسانو كتاجو أنت ما وحوى وان قرأ إسح ما أنت وحوى وحن أبا هنها أي أن درد تاجن عفور تاني بل وحن كان إنما يلهم العامدها القرآن كوا لقول برا يدكسي هذا هو يدي المهين تكذن كديك تابك الله بنا إسح هو يوين كمل لقائه aba quraan dhiganaayo ku arki meesid waxay hadda ogaadeen oo daraasad lagu sameeyay ilmaha yar ee dhashay ee kula socda haddii uu maleeynaa inuu iskala ka socdo kula ma socdo uu ku daraasaynaa uu ku fiirsanaya marka inta aad dugsiga geysa ka soo laabato wuxuu dareemayaa quraanka haduu qiimo badan leeyahay aba kama laabteen aba kula dhigan laha markuu ilmuhu guriga intuu kuugu yimaado adigu aad TV ga daawanayso isagina aad intaad u qaatanayday akhri quraan ka soo bax quraankaaga adiguna aan dhageysanayn ilmuhu daraasa ayuu kugu wada fariin buu ka qaadanayaa quraanku muhiim ah caruurta lagu maaweeliya nimaanu saaxiibnahay ba waxa uu dhigay hada ka hor baan waxa uu quraan u dhigay caruur yar yar oo Soomaaliyeed marka quraanka meel fiican soo gaareen ba maalintii dambe waxa ay yimid aabahooda soconaaya wuxuu waxa raba quraanka inaan dhigto waxaan ku soo dhawow laakiin mudan caruurta quraan u dhigaya kumaan arag wuxuu walaahi guriga iska joogay quraanka inaha hoose ee tabad iyo idaaja iyo suuratu duha iyo quraanka inaha san ka aqaan arurta markaan tukinayna inaha sabab ku tukin jiray bariga hore way ku daba tukan jiray laakiin meel weyd waxay ugu dhadan aabo adigu wad duha ma dhaaftid miya adigu wad duha ma dhaaftid miya ilmaanu su'aasha iska ma keenin laakiin muddo ayuu ku fiirsanay maalin kasta wuxuu ku arkay suuradaha akhriinayso isaga waa socday tabaarak buu dhaafay oo qasam buu dhaafay oo wuxuu sii socdaa juska shanaad adiguna wali wad duha ba taagan tahay daraasa aya ilmaha uu kugu haya walidalku waxaan u baahanahay quraanka ubadkeena la rabno weynayntiisa iyo qadarintiisu inaga inay naga muuqato oo marka aad guriga joogto arka aabihi iyo hooyadii quraanka wada akhrinaya oo subuucooda wata oo xiftinaya ilmuhu waa ku dhiirinaya ul adigoon u soo qaadan ba ilmuhu quraanka weynaynaya quraanka uu qadarinaya dadka waayeelka waxaan ku arkaa had iyo jeer waxa weeye sheekheena waxa weeye sheekh Faisal
ومالك القرآن دقايا وحنو في رصد بل انت قانقار كيه اللي جوكته وحيرها الورطة هذا الكيدة قف قانقار وعادك تنتظر قرأكته قرآنك وحوي وحنو باهنة ولا ليالو سيدا عينو ولدك مينا وحبت انان كبدل انو وحوي شيخ صوماليا دون اقانو بما انو يتلو وحو صوقره هو يا صوماليا او تضباطن يا شن سنة جرتا او قرآنك رميسي تضباطن يا شن سنة وحو للحدن يا لح سنة جرتا ما انت قلن كي بوغة قادتي سقال سنة يكو قادتي وحل غي وضي ياشي ما موين كمان تي مقلين ران سقال سنة قرآن لغول ديغان كراها سقال كسنة بي بي سادي سنة محاد قمنيسي سقال كسنة قرآن كاي دميسي وقت يقى بي بي سي بلا معنى يد كله ميسي وحن أوبها أنا مركا ولا ليالو سيدان السماها ماشاء الله إنك هايستا ووحي الله سبحانه وتعالى إنه سود الشيء يهبك إنه ولدك ما إنه إنه كده إنه ولا ليالو أوبت كين يعينك بقرآنك كرامة أنسينه أو ما أنت لقى بلعب إن شاء الله تعالى أن دب أقول الله بنقرآنك سيدا درت ولا ليالو حن شعلة خطبة إنه كسر جنا ندو دور إعلان إعلانك كبر وحوي يسبت هذا صوص عطا إن شاء الله تعالى بريت ولا مقربي عشاء أنت أرد حيسا وحب بحدون البرامج أي سود ياريين لأن يرد مساجد يعلم دون أي سود ياريين يا مملكه أو كصاب سن وينين تقرآنك يا قرآنك سيد الله ولد قمة بركة قدية إن شاء الله تعالى حلقة سو قيب قرو وبدك حلقة كينو مساجد قواب وحاين إنك قرآنك شعلو هدا يدبك هات عميلها قرآنك لجو وينين أيو يا قرآنك لجو رفعنا أيو لجو كريال أيو حلا ينجح إن شاء الله تعالى وصبت ذينا مقنان سيدك إن شاء الله تعالى بيشة تون أساس عطاء هدي إلهي قدره وحوي بيشة تون لبيه تبن كذا يا صدق يا توبن كذا يا أفر يا توبن كذا ترتم القرآن أو استديو ده مريخن كأدل لقى إيمان دونه بامساجد كنا كارميل كقبسومي دونه أو هرمود كي هاي الشيخ هنا الشيخ فيصل العمودي أو رونت الإمام كنا تكية قراءات كحفتي سن وحنا كلا قيبن كلا قيب قادم دونه مركز كمعروف كالغوية قانو مركز القراءة مركز المعسراو للقراءات أول ما لينا يا حرونت يسمى صرينا يتهي بكلا قيب قادم دونه إن شاء الله تعالى كعاون دونه مركز وحنا لقو ترتم كلقو قري دونه صدق كجيس شن يتبنك جيس يشن تجوز إن شاء الله تعالى مركا بارك الله فيكم إخواني قرآن كسلها الله وينيه أو وحوي قرآن كهكرها الله قاضه أو أبدك وحوي هاي نقود ديدان إن شاء الله تعالى إعلان كي قود بي إخواني وحوي هاي وذي جيد المساجد كانوا انتو لاقي هاي وحوي وبطي ووينادي خرج كيس وابطي ندافديس وحوي هور هور لنقطي مسخوليه مركا وحوي وباهن إن شاء الله تعالى إخواني ما أنت شو معذا أو ما أنت لقب الله إن شاء الله تعالى إن خرج كمسايا كبحة إن أوسو ديار قرونه أول الله لقى عاوية عليه سك والله مسايا كمعمولة يسارن إخواني والله لقى دول قادو نشيخ أي شيء كي هذا كهر وحر وحنا ركبوا هذه هندية أو أيلة ومسايا كتو كذا مرقوا شنطة صلاة بتشبدو قعنت جلية صلاة كاستمر كتو كذا تشبدو قعنت جلية صندوق وحكور ذا وقول ما أنت ما هذا قبطي وعنقول شنطة صلاة بوحبات بحساب محيطها صدقات المحيطها wuxuu ugu jawaabuu adeer shanta salaadoodba waxaan masaajidka isticmaalay baan dib u bixiyaa waraaqahan isticmaalay biyahan isticmaalay nadaafadiisa dibtaan u geystay masaajidka waxba kuma taageera anu laakiin inta aan isticmaalay baan isku daya inaan dib u bixiyo waxaan isku daya guriga Ilaahay inaan intifaacsan ay at least adan waxba galin karin wixii aan ka intifaacsay dib inaan u bixiyo qadiyadaas walaalaha waan ku boorineyna walaal baajiro hooyadii dhimatay Allah subhanahu wa ta'ala hawna xariisto قبرك الله واسعيه سبري من الله كسيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واقم الصلاة